السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. هنبدأ مع بعض سلسلة ألف ب سنة أولى زراعة. قبل ما أبدأ في أي حاجة حابة أعرفكم بنفسي وبتجربتي وليه حبيت أنشرها. أولا أنا سيدة مصرية ربة منزل، ما درستش الزراعة لكن بحب الزرع وبعشق اللون الأخضر. دخلت كتير على فيديوهات علشان اعرف معلومات عن الزراعة، عملت سيرش كتير على النت، اتفرجت على فيديوهات كتير جدا، سألت بعض المختصين في الزراعة، نزلت الفلاحين بيزرعوا اراضيهم من الاف السنين بالفطرة، عارفين فعلا معلومات، عندهم معلومات سبحان الله عن الزراعة وعن الزرع، كل زرعة بيزرعوها عارفين ايه المرض اللي بيصيبها وازاي يعالجوه ازاي بتديهم كمية ثمار اكبر، فبيعملوها كأنها طفل من اطفالهم، وزي ما بيدوها هي بتديهم ويمكن اكتر كمان اضعاف مضاعفة. ابتدت خبرتي بالزراعة لما ابتديت وانا مسافرة ما لقيش كمية الارض الزراعية اللي كنت بشوفها وانا صغيرة. على مدد الشوف كنت بتلاقي خضار يمين وشمال وقدام، وتلاقي الفلاحين في أراضيهم، كان منظر فعلا بيهدي الأعصاب وبيريح النفسية وبيغير المود تماما. ابتديت وأنا ماشية في طريقي في السفر، لقيت عمارات عالية ومناظر جامدة، يعني حاجات ما فيهاش حياة، مباني ما فيهاش حياة، فبدأت فعلا النفسية تتأثر، ابتدينا نبقى نيرفس قوي، ابتدى ما عندناش يبقى فيه تفاهم ولا سماحة، على طول مضغوطين. مجرد بس ما كان الواحد يقعد وسط زراعة كانت نفسيته بتهدى، أفكاره بتترتب، بيبقى عندك تصالح مع نفسك ومع الآخرين ومع الطبيعة. كمان لما ربنا رزقني ببنتي وابني خفت عليهم جدا من الحاجات اللي انا بسمع عنها، المبيدات المسرطنه والاسمده المركبه والحاجات دي كلها، فكان نفسي ازرع حاجه اكل منها انا واسرتي وحبايبي، ونبعد عن الامراض اللي ابتدينا نسمع عنها مؤخرا. حاجات كتيره، امراض كتيره سمعنا عنها ما كانتش موجوده في الاول. طبعا بدات المستشفيات تتفتح بملايين الجنيهات والدولارات عشان تعالج الامراض دي، واحنا طبعا في غنى عنها. يعني من الاول كنا نهدم الحاجات دي بان احنا نبعد عن الحاجات دي المسرطنه، لكن للاسف مش بإيدنا. فأنا اللي بإيدي بعمله إن أنا هزرع أنا حاجات خاصة بيا وأسرتي وأولادي، فده اللي في إيدي. كمان في معلومة صدمتني وأنا على النت بعمل سيرش، إن الحاجات والمبيدات اللي بنزرع بيها الأرض يعني دي كلها حاجات بتفقد التربة خصوبتها. فاهمين يعني ايه بتفقد التربة خصوبتها؟ يعني التربة اللي ربنا وهبها لنا من غير مجهود مننا وهبها لنا كهدية كده، احنا بنرفض الهدية وكمان بندمرها. يعني انا طول ما انا بحط مبيدات واسمدة مركبة في التربة بفقدها خصوبتها، فبالتالي مش هيبقى فيه تربة زراعية ان انا ازرعها. طبعا بالاضافة للمباني اللي طلعت على وتجريف الاراضي، فده برضو أخد من الرقعة الزراعية. فحتى كمان الأرض اللي موجودة وممكن أزرعها مش هتديني نفس الإنتاج، ومرة في مرة مش هلاقيها تصلح للزراعة بعد كده. يعني أنا بدمر نفسي وبدمر الأرض وبدمر الأجيال الجاية اللي مش هتلاقي مكان تزرع فيه ولا تاكل منه. وبروح خلاف ده بقى بروح للصحراء أحاول أستصلحها، طبعا بتاخد مني ملايين من الجنيهات، وكمان بتاخد مني مجهود كبير قوي. الشباب بيروحوا يعمروا الصحراء فبتاخد منهم مجهود كبير قوي، وفي بعض المناطق ما بيصلحش فيها الزراعة فطبعا بيبقى مجهود مهدر. فأنا في غنى عن ده كله بإن أنا أحافظ على نعمة ربنا اللي ادهالي. زمان كنا بناكل فاكهة الصيف في الصيف، فاكهة الشتاء في الشتاء، والخضار بتاع الصيف والشتاء، فكان بيبقى فيه شوق لأني باكل الحاجة أو باكل الصنف في موسم واحد في السنة. فكان أولا طعمها حلو جدا لأنها بتبقى مزروعة أورجانيك، ما كانش لسه فيه الحاجات الدخيلة علينا دي، طعمها جميل، فايدتها طبعا هايلة، باخد كل الفيتامين منها. لكن دلوقتي لا بقى في فايدة ولا بقى في أي صحة ولا بقى في أي فيتامينات ولا في أي حاجة ولا في كمان زرع،
فحبيت بقى ان انا انشر الفكره دي زي ما انا بزرع واحاول الحق صحتي وصحه اولادي واسرتي. نفسي كلكم برضو تبتدوا تزرعوا وتلحقوا صحتكم وصحه اولادكم واحفادكم. يعني اللي عنده بلكونه هيخصص منها جزء صغير قوي كده يزرع فيه. طبعا انا عارفه ان ما بنستغناش على البلكونه كلها علشان بنقعد فيها يعني بنستغلها اي استغلال، فانا هاخد جزء منها. اللي عنده سطح يعني يا هنا ده بقى ربنا يبارك له فيه، ممكن يعمله كارض زراعيه، يعني يعمل احواض كده كانك بتخطط الارض وبتقسمها فدادين وقراريط والكلام ده، فهيعملها احواض عشان يزرع فيها ويزرع فيها بقى كل اللي هو نفسه فيه. احنا عندنا الزراعة ممتدة طول السنة الحمد لله، دي نعمة من ربنا ان جعل لنا مزروعات تزرع في الشتاء ومزروعات تزرع في الصيف ومزروعات في الخريف ومزروعات في الربيع، فعندي محاصيل ممكن ازرعها طول السنة. يعني انا عندي زراعة ازرعها طول السنة. هنبدأ مع بعض ان شاء الله نتعرف على طبيعة المكان ومواصفاته اللي ممكن ازرع فيه، مواصفات الاناء اللي ممكن ازرع فيها عشان يبقى صحي ويصرف المية الزايدة ما يعملش عفونة في الجذور، وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش شفاف. هنقول المواصفات دي والحاجات دي ان شاء الله في فيديو بالتفصيل عن مواصفات الاناء. هنعرف انواع التربة ازاي، ممكن اعمل خلطات من بعض التربات بنسب معينة، يعني هنقول دي قد ايه ودي قد ايه. هنعرف التربه دي الزرع فيها ايه والتربه دي الزرع فيها ايه، لان في بعض الانواع بتحب التربه الخفيفه وبعض المزروعات بتحب التربه الثقيله. هنعرف مع بعض برضو مواعيد الزراعه، لان مواعيد الزراعه مهمه جدا ان انا اعرف كل زرعه بتزرع في شهر ايه، عشان في معلومه برضو عرفتها ان انا لو بدرت ميعاد الزراعه 3 اسابيع او اسبوعين بيبقى قدامي فرصة ان انا اتلافى اصابة الزرعة دي بالامراض، يعني مش مية مية لكن نسبتها عالية ان انا اقدر اتلافى ان هي تصاب او تمرض. ثانيا لو عندي زرعة مريضة لازم اول ما بشوف عليها الاصابة بلحق اعالجها، لان احنا كل شغلنا هيبقى بالحاجات الطبيعية فما فيهاش حاجات كيماوية، فمش هقدر لو اتأخرت في العلاج أحاصر المرض وأنقذ الزرعة، لأن الحاجات اللي فعلا ممكن تنقذ الزرعة اللي هي الحاجات الكيماوية وإحنا مش هنلجأ لها أبدا. فعشان كده أول ما بلاقي إصابة ياريت أبدأ في عملية الإنقاذ. وهنقول بعض الخلطات الطبيعية اللي ممكن نعملها من مطبخنا من بواقي الخضار والفاكهه اللي بناكلها، يعني حاجات كلها اورجانيك. ممكن اعمل ايه علشان خاطر انقذ الزرعه بيها؟ هنعمل مع بعض بعض المحاليل الطبيعيه برضو من بواقي الخضار والفاكهه عشان اقدر اروي بها الزرع واخد فايده كبيره واديله صحه. كمان هعرف الاسمده ازاي، اعمل اسمده انا في البيت عندي طبيعيه برضو من بواقي المطبخ اقدر اسمد بيها الارض. هعرف العناصر اللي بيحتاجها التربة والنبات، في عناصر أولية وعناصر أولية كبرى وصغرى وعناصر ثانوية، عناصر صغرى زي الصغرى دي احنا بنسميها صغرى عشان خاطر موجودة بنسبة قليلة في التربة، زي العناصر اللي ممكن تحتاجها بقى التربة والنبات، في النيتروجين في الفسفور الكالسيوم البوتاسيوم الكبريت الكربون، كل ده عناصر بيحتاجها النبات. هنعرف العناصر دي موجودة في ايه من مخلفات المطبخ عندنا، يعني النيتروجين يبقى موجود في ايه من الاكل اللي موجود عندي، الكالسيوم يبقى موجود عندي في ايه. هنعرف كل الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله. هنعرف برضو مع بعض ازاي انقل الشتلات، عندي كذا طريقة لنقل الشتلات وكلهم حاجات صحيحة برضو، هنشوفها مع بعض على الطبيعة. هنعمل مع بعض بعض الخلطات علشان خاطر ننقذ النبات، وكلها حاجات من الحاجات الطبيعية اللي عندنا. هنعرف مواعيد الزراعة وأنواع التربة وشكل القصيص ومواصفاته والحاجات دي كلها. وخليكم معايا خطوة خطوة إن شاء الله هنبدأ مع بعض.
من اول المكان وتعقيمه، بعقم المكان ازاي بحاجات برضو مش ضاره، بعقم التربه ازاي، ازاي لو عندي تربه مش هزرعها دلوقتي اقدر بقى في اللحظه دي اقدر اعمل جواها سماد اللي هو الكومبوست، بس على بسيط. يعني انا عندي تربه مش هزرعها دلوقتي، ممكن بقى اضيف لها ايه بحيث ان انا لما اجي احب ازرع فيها تبقى مليانه حاجات اسمده مغذيه للتربه لما هزرع فيها، والنبات ياخد كل الفايده بتاعتها. كل فتره هنعرف ممكن نضيف ايه برضو للتربه، لان النبات بياخد من الغذاء الموجود في التربه، فانا ممكن كل فتره اضيف ايه علشان خاطر اعوض نقص الاغذيه اللي خدها النبات. هنعرف مع بعض كل الحاجات دي، بس هنفعل اول حاجه الجرس اللي جنب كلمه اشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي اول باول، لان دي سلسله هنتابعها مع بعض حلقه حلقه، ونمشي مع بعض ان شاء الله، هنزرع مع بعض وهنتابع مزروعاتنا مع بعض، وان شاء الله نحصد الثمار كلها في وقت واحد. فهنشوف ان شاء الله في شهر 2 ايه اللي ممكن نزرعه مع بعض ونبدا فيه ان شاء الله. فزي ما قلت تفعلوا الجرس اللي جنب كلمه اشتراك، وان شاء الله نبدا مع بعض. وهسيبكم دلوقتي مع المنظر اللي انا قصدت فعلا ان انا الفيديو ده اصور فيه مناظر خضراء عشان اوريكم فعلا الزرع قد ايه بيهدي الاعصاب. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله وتوفيقه وامنه.